أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائل يسأل يقول: ما الحكمة من ذكر المصنف حديث أبي وأباك في النار في هذا الباب؟ قدر، من باب القضاء والقدر، وأن من قدر أنه من أهل النار صار من أهل النار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. لما قدر الله أنه من أهل النار عمل بعمل أهل النار، عمل بالشرك ومات على الشرك، عمل بالشرك ومات على الشرك، ففيه الإيمان بالقضاء والقدر. نعم.